يكون الجميع بخير، كل عام وانتم طيبين طبعا ودايما موفقين ان شاء الله على الفرصه العظيمه دي. سعيد بوجودي معاكم النهارده، هنحاول نستفيد من بعض ان شاء الله ونقدر نفيدكم ولو بمعلومه بسيطه. طيب زي ما قلنا احنا هنتكلم how to deal with your patient clinically in your pharmacy as a professional، ازاي هتتعامل مع البيشنت اللي هيجي لك، هو مش كاستمر، هو معظم الناس اللي بيجي لك بيشنت، فبلاش نقول عليه كاستمر الا لو عايز منتجات ويلفير بقى، المستحضرات التجميل الكلام ده ممكن نسميه كاستمر، ولكن اي حد هيدخل لنا طالما مريض وبيسالني عن دواء، انا صيدلي فارماسيست دارس الكلام ده كله، فالمفروض اتعامل مع المريض as a professional. اللي ما يعرفنيش، انا دكتور حازم سيد، شغال حاليا رئيس قسم مكافحه العدوى في احد المستشفيات، وكنت رئيس سابق لقسم الصيدله الاكلينيكيه في احد المستشفيات الخاصه الكبيره. بحب ابدا محاضراتي كده دايما بكوت The important thing is to never stop questioning. مهم قوي ان انا اي حاجه ما اعرفهاش في حياتي لازم اسال عليها. احنا دلوقتي كلنا شغالين صيادله، لو انا مثلا جيت اتعرضت لموقف لازم اسال عليه، وده ليه وده ليه. Don't stop asking once you stop learning، دي حاجه مهمه برضو. لو انا وقفت التعلم او انا ما اتعلمتش لازم اطور نفسي، والسيلف ليرنينج موجود في كل مكان دلوقتي. You start dying، فدي من الحاجات المهمه قوي لازم احطها في دماغي طول الوقت وانا بتعلم، لان انا بتعامل مع حياه ناس. I don't need to know any everything، انا مش محتاج اعرف كل المعلومات اللي في الدنيا، ودي للناس اللي يعني حتى داخل على الانترفيو دلوقتي ولا انا اعرف ايه وما اعرفش ايه. انا مش محتاج اعرف كل حاجة في الدنيا، وهو اوريدي مش هيسألك عن كل المعلومات اللي انت تطرقت لها سواء في الدراسة او سواء في البراكتس او الكلينيكال سيناريو، مش هيسألك عن كل ده، ولكن لازم تبقى اللي انت عايز تعرفه ايه، ان انا امتى الاقي المعلومة دي والاقيها فين. تمام، هو ده اللي لازم نتعلمه مع بعض ان شاء الله ونطلع بيه من المحاضره دي. قبل ما نتكلم عن الاوبجكتيف هكلمكم بس عن يعني بعض الحاجات كده لازم نتعلم في حياتنا، ان احنا يعني ما نفكرش عن المستقبل كتير، هيجي هيجي واللي ربنا كاتبه ان شاء الله هو اللي هيتحقق، ولكن اي مكان هنروح فيه سواء النهدي او غيره ربنا كاتب لك فيه خير ورزق، ده هيبقى الانسب ليك والانسب لينا كلنا، فلازم ابقى انا في المكان ده خير ممثل لهذا المكان، ولازم اشتغل على نفسي، لاني زي ما اتكلمنا من شويه once you stop learning you start dying. لازم اتذكر دي دايما في دماغي واحطها، لان انا بتعامل مع حياه انسان. انا نفسي لما اجي اخد ادويه لازم ابص في البامفلت، حتى لو انا عارف الدواء ده عباره عن ايه، الادفيرس افكت بتاعته عامله ازاي، انا نفسي بعمل كده. فما اجيش اتعامل بقى في صحه البني ادمين نفسهم او المرضى اللي هيجوا لي يعني بمنتهى الاستهتار يعني. فلازم اتعلم، لان كل ده ربنا هيحاسبنا عليه. لازم كل ده كمان يعني يندرج تحت بعض البيرسوناليتي او الاتيتيود بتاعي، ابقى يعني الاتيتيود بتاعي يتظبط، لان هو ده اللي عايزينه في الانترفيوز كلها، وخصوصا النهدي. النهدي ما تقلقش، هو مش قلقان اصلا عليك من الحته الساينتفك، لان هو عنده فريق قوي هيدربك كويس فيما بعد والكلام ده كله هيتظبط، فهو مش محتاج قوي الحته دي، ولكن احنا هنشتغل عليها. ولكن كل واحد طبعا عارف الدروباك بتاعته وعارف المميزات والعيوب بتاعته، هيبتدي يعمل ستريس على السترينث بوينت اللي عنده، وبعد كده هيبتدي يشتغل ويعمل امبروفمنت للويكنس بوينت. تعالوا بقى ندخل في الليكتشر عشان ما نطولش عشان الماتش. الاوبجكتيفز بتاعتنا النهارده هنعرف ايه الفاليديتد ابروتش تو تيك كومبرهنسيف بيشنت هيستوري، الموست كومن كيسز ان فارماسي، ازاي اصلا ابتدي اسال البيشنت بتاعي اخد مني هيستوري كويس، كل الكلام ده هنعرفه مع بعض ان شاء الله. وايه الفاليديتد ابروتش اللي انا ببتدي استخدمها عشان اعمل كده. هنتكلم عن بعض الكيسز اللي بتجيلك في الصيدليه واللي هو اصلا بيسالك عليها في الانترفيو كمان الفاينل، زي الجيرد الكونستبيشن، موست كومن كيسز اللي هتجيلك، المريض جاي لك بكونستبيشن هتتصرف معاه ازاي. هو عايزك تبقى سيستماتيك، عايز يشوف البرسوناليتي بتاعتك، هل هتتصرف ولا هتبقى مناول، سوري في اللفظ، بياع كده هتباله، انت عايز حاجه للامساك اتفضل ومع السلامه. لا، هو مش عايز كده، عايز يشوفك البرسوناليتي، لو انت موقف مش عارف فيه هتتصرف فيه ازاي. انا مش عارف مثلا علاج للدائريه، هل ابتدي افتي مع البيشنت بتاعي ولا ابتدي اتصرف باسلوب سيستماتيك؟ فده اللي هنعرفه مع بعض. هنتكلم شويه على الهيمورويدز، النوزيا والفوميتنج والكف اند كولد، وبعض الاوتيك لو احنا سعفنا الوقت ممكن نتكلم عن كونجنكتيفايتس. زي ما احنا عارفين ان دورنا ابتدى يزيد جدا الاونه الاخيره، والفارماسيست فعلا بقى مور وايدلي يوزد از فيرست بورت اوف كول فور ماينور ايلنسز اند ديتكشن اوف ادفيرس دروج رياكشن. دي طبعا متاخده من الاشبه بالنص كده، اللي هي الامريكان سوسايتي اوف هيلث كير فارماسيست، ابتدت تتكلم فعلا عن دور الصيدلي وازاي دور الصيدلي ابتدى زي ما احنا لسه بنتكلم. الفارماسيست بقى مور وايدلي يوزد از فيرست بورت اوف كول للماينور ايلنسز، فانا مش
عايز الحاجات الكروني، بس محتاج اعرف شويه حاجات عن الريد فلاجز عشان امتى اعمل ريفير للفيزيشن او السبيشاليست، وعلى حسب الديزيز بتاع البيشنت هعمل لاي سبيشاليست. ده دوري. ما تفتكرش ان انا لو ما اديتش الدواء المريض يبقى انا كده ما عملتش دوري. بالعكس، لو انا عملت له ريفير مثلا لكارديولوجي سبيشاليست يبقى انا كده عملت دوري على اكمل وجه، لان ما خليتش المريض يلف ويدوخ ويتاخر ان هو يحصل على الخدمه العلاجيه بتاعته. ده كله بيأثر على البروجنوزز بتاع الديزيز، وكمان بيأثر على التريتمنت فيما بعد ويعمل كومبليكيشن زي ما احنا عارفين الكرونيك ديزيز. طول الوقت احنا عندنا اسئله في الصيدليه، بقى في وايد اكسبانشن للنون بريسكرايبد ميديكيشن او اللي احنا بنسميها مجازا الاوفر ذا كاونتر او الاو تي سي ميديكيشن، وكمان عندي في الصيدليه بقى في كومبلكسيتي اوف سيرفيسز، يعني حتى الخدمه نفسها بقت معقده شويه. الناس بتيجي تسالني على ادفايس، الناس بتيجي تسالني على دواء معين، الناس بتيجي تاخد رايي اساسا في تريتمنت موداليتي الفيزيشن كتبه للبيشن، فبيجي عشان الثقه المتبادله بينه وبين الصيدلي ان هو بيقدر يتكلم معاه براحته. ابتدت كل الكلام ده يزود الكومبلكسيتي بتاع السيرفيس، فلازم انا نفسي اطور من نفسي وابتدي اتعلم كويس واعمل ليرنينج، لان انا مستأمن على الصحه بتاعت الناس اللي هيجوا. كمان هيبقى فيه ان شاء الله سيشن كده على الويلفير في الفارماسي، ازاي كمان انا ابتدي اخد بالي من الحاجات الميديكيتد كوزموتكس، من الحاجات اللي ليها علاقه بالتجميل اكتر من الصحه. يعني انا الصحه والجمال دايما معايا في الصيدليه. فكل الكلام ده والاسئله كتير اللي بتيجي تسال فيها البيشنت مثلا جاي بكيس معينه، فهبتدي اساله اسئله معينه عشان اوصل لكوركت دايجنوزس، عشان ابتدي اديله تريتمنت مناسب. فكل ده لازم ابتدي ااهل نفسي لكل الكلام اللي احنا قلناه ده. لذلك لازم يبقى عندي بعض الحاجات لازم اكتسبها لو هي مش عندي. كل انسان على نفسه، فلازم لو انا مش عندي الحاجات دي لازم ابتدي اشتغل على نفسي من دلوقتي، عشان احنا طبعا الاعداد بتاعت الصيادله كتير جدا والفرص ابتدت تقل جدا. فلازم انا داخل في تشالنج فظيعه، فلازم عشان اشتغل از بروفيشنال فارماسيست لازم يبقى عندي جنرال كوميونيكيشن سكيل، لان انا بتعامل مع ناس كتير جدا، بتعامل مع جنسيات مختلفه، حتى اللي منكم ان شاء الله هيسافر هيتعامل مع ناس مختلفه. هل انا عندي الكالتشر كومبتنسي ان انا ابتدي اتقبل هذه الجنسيات وابتدي افيت مع الكالتشر دي اللي انا رايحها ولا لا؟ وهو ده فعلا دور الانترفيور اللي جاي، سواء ميديكال او اتش ار، وهو عايز يشوف البرسوناليتي بتاعتي هتفيت فعلا مع الكالتشر الجديد اللي انا رايحه، لان في ناس هناك طبيعه التعامل، طبيعه الحياه، طبيعه الظروف، طبيعه الثقافه نفسها، كل ده مختلف تماما عن الحياه في مصر. فلازم هو يشوف عندي، هل انا عندي التالنت ده، هل عندي الاتيتيود ده، السكيلز كلها دي لازم يبص عليها بغض النظر عن الساينتفك باك جراوند بتاعتي هتبقى عامله ازاي. ولكن احنا هنأهل نفسنا ان شاء الله ان احنا نعدي حتى الانترفيو الساينتفك باذن الله بسلام. لازم يبقى عندي بعض السكيلز هنقولها بعد شويه، وايه السكيلز اللي انا ابتدي اشتغل عليها، ولو مش عندي ابتدي ازاي ااهل نفسي ليها، ايه الانفورميشن اللي انا هجمعها من البيشنت نفسه، وهبتدي اجمع انفورميشن ازاي، وفي نفس الوقت ايه الطرق اللي هتاهلني ان انا اجمع انفورميشن صح، ما ابتديش ابتدي يعني امشي سيستماتيك، ما امشيش من كل بستان زهره كده مش اوصل لحاجه معينه. ايه الكونسيدريشن قبل ما ادي حتى البيشنت الادفايس، سواء ثيرابيوتيك ادفايس او لايف ستايل موديفيكيشن، ايه الحاجات اللي انا هحطها في دماغي في الاول، واصيغ ازاي الادفايس عشان افهمها للبيشنت وابتدي فعلا يبقى خارج من عندي هو فاهم كل الكلام ده اللي انا هقوله له. ايه الراشيونال بتاع الادفايس او بتاع التريتمنت موداليتي اللي انا اخترته للبيشنت؟ هل هو ايفيدنس بيزد؟ هل اكسبيرينس مثلا عندي، او انا شفت حد بيعمل كده فابتديت اقلده؟ هنشوف كل الكلام ده ازاي بنعمل الراشيونال. هاو ايفر ادفايس جيفن، ازاي اديها اصلا للبيشنت باسلوب سهل هو يفهمه. وفي الاخر امتى اعمل ريفيرال؟ طبعا هنعرف ايه الريد فلاجز اللي انا المفروض ابتدي اعرفها مع كل الناس هنبتدي ناخده مع بعض. السكيلز اللي انا هبتدي المفروض ابقى عارفها او تبقى عندي، لو مش عندي الحاجات دي لازم ابتدي اشتغل عليها واحده واحده لحد ما اوصل واعمل بيرفورمانس امبروفمنت لنفسي. طبعا في البدايه الساينتفك سكيلز، يعني احنا كلنا صيادله على الاقل عندنا ميديكال نوليدج او ميديكال باك جراوند اللي هتاهلني ان انا البس البالطو واقف اتعامل مع مريض. بعد كده هبتدي اعمل سيلف بيرفورمانس امبروفمنت لنفسي، والسيلف ليرنينج دلوقتي بقى يعني سهل جدا، اي حد ممكن يوصل له قاعد في بيته بضغط الزرار. ساينتفك سكيل لازم يبقى عندي ليسننج سكيلز، ودي من الحاجات المهارات اللي لازم اكتسبها لو هي مش عندي. لازم اتعود اسمع، لاني لما اسمع للبيشنت كويس قوي وهبقى بيكي في انتقاء المعلومات اللي هو هيقولها هيوصلني، هبقى اقرب والدايجنوزس كمان هيبقى كوركت، فهبتدي
اعمل له فيتنج للثيرابيوتيك بلان اللي انا هبتدي احطها، سواء لايف ستايل موديفيكيشن او ثيرابيوتيك فارماكولوجيكال تريتمنت. الكويشننج سكيل ازاي هساله الاسئله وايه الاسئله اللي انا هسالها له؟ ما هو مش كل الامراض هتبقى نفس الاسئله ومش كل الحاجات زي بعض. One size doesn't fit all، مش كل حاجه شبه الثانيه، فلازم ابقى عارف يبقى عندي بعض الكويشننج سكيل ان انا اسال المريض ايه بالظبط وهبتدي امشي ستيب وايز ابروتش عشان اوصل للكوركت دايجنوزس ومن ثم هوصل للثيرابيوتيك ابروتش المناسب. بعد ما خلصت كل الثلاثه دول يبقى عندي تريتمنت ديسيشن سكيلز، يبقى ازاي هختار التريتمنت والتريتمنت بتاعي يبقى ابديت ويبقى ايفيدنس بيست وانسب علاج للمريض. احنا كلنا دلوقتي طبعا اللي منكم تحت البروميتريك درستوا جزء كده فارماكوجينوميك، بنقسمه احنا تحت حاجه اسمها individualized medicine او personalized medicine. دلوقتي الطب دلوقتي بقى كل بيشنت على حده بيتعامل لوحده، ببتدي اعمل له تيلورنج للفارماكوثيرابيوتيك بلان اكوردنج تو البيشنت سيناريو والبيشنت كيس والكوموربيدز والكلام ده كله. هل انا عندي السكيلز دي ان انا اقدر اختار انسب علاج للمريض بتاعي ده، ولا هدي كل الناس اللي هيجوا لي مثلا عندهم كونستبيشن هو نفس العلاج وخلاص؟ لا، لازم يبقى عندي تريتمنت ديسيشن سكيلز دي تبقى عندي كويس جدا. واخر حاجه طبعا لو انا قدرت اعمل الكلام ده هبقى وصلت للكومبتنسي، او ان انا خلاص بقى يعني عرفت كل حاجه والكومبتنسي، انا جمعت كل الكلام ده كله وابتديت بقى عندي سكيلز وبقيت نوليدجبل، فابتديت اظبط نفسي واوصل فعلا لافضل ثيرابيوتيك بلان هبتدي اديها للبيشنتس. وكلمه مهمه قوي لازم نحطها في دماغنا طول الوقت واحنا شغالين واحنا بنعمل ابديت لنفسنا: gaining clinical experience is fundamental and critical for pharmacist. اكتساب المعلومات الكلينيكال وازاي حتى اعمل الماينور فيزيكال او السيمبل فيزيكال اكزامينيشن، مش شرط ان انا اسمع من المريض بس، ممكن يبقى عندي شويه كده اعرف ازاي بيعملوا انسبكشن، اعرف ازاي بيحصل بالبيشن، يعني بعض الحاجات الكلينيكال اكسبيرينس دي هتفيدني جدا وانا بتعامل مع المريض، فدي لازم ابتدي اخلي بالي منها. فالسكيلز دي مهمه جدا ان انا اتعلمها مع الوقت، وكل واحد طبعا زي ما احنا قلنا كل انسان على نفسه بصيره، لازم ابتدي اشوف ايه الدروباكس اللي عندي وابتدي اقرا واعلم نفسي وابتدي اشتغل على نفسي واعمل بيرفورمانس امبروفمنت. يبقى انا مبدئيا كده لازم ابقى سكيلد، يبقى عندي بعض السكيلز زي ما احنا اتكلمنا، لازم ابقى نوليدجبل، لازم كمان ابقى فيتد وعندي جنرال كوميونيكيشن سكيلز زي ما احنا اتكلمنا عشان اتعامل مع الثقافات المختلفه، ولازم اتست في الاخر ماي سيلف عشان اشوف ايه الدروباكس اللي عندنا. لازم اعمل في الاخر سيلف بيرفورمانس امبروفمنت، كل واحد طبعا عارف ايه السترينث بوينت بتاعته، عارف ايه الويكنس بوينت، عارف ايه الاوبورتونيتيز اللي عنده لو لعب عليها او اشتغل عليها كويس هيبتدي يعلى بالبرفورمانس بتاعه، وعارف ايه الثريتس او ايه المهددات. وطبعا كلنا دلوقتي اللي تشالنج داخلين على تشالنج الاعداد بتاعتنا، تشالنج ان الفرص قلت جدا، الساعه بقت قليله، حتى بره بيعملونا يعني نفس الفكره، فلازم انا اشتغل على نفسي وابقى مميز في المجال. وده طبعا اللي ما يعرفوش السوات اناليسيس، طبعا معظمنا عارفين السوات اناليسيس، فلازم كل واحد يقعد مع نفسه يبتدي يشوف ايه الثرينث بوينت، ليه انا بعمل كل ده اصلا، ببتدي اشوف الثرينث بوينت عشان ابتدي اقويها وانميها وابرزها، بحيث ان دي هتبقى هلعب عليها لما العب على الحاجات دي وابرزها، الناس فعلا هتشوف ان انا عندي سترينث بوينت، هبتدي دي هتقويني في المجال، الويكنس بوينت هعمل لها بيرفورمانس امبروفمنت مع الوقت، واعرف ايه الفرص المتاحه بالنسبه لي عشان ابتدي استغلها اكثر استغلال. والثريتس طبعا مهدداتي. طيب احنا كده خلصنا الانترو السريعه كده، يعني حبيت اقولها لكم سريعا، فخلينا بقى ناخد كيس ونشوف هل التعامل معاها صح ولا لا. فيميل بيشنت دخلت الصيدليه عند حضرتك وقالت لك: دكتور كان يو جيف مي something فور ماي بايلز، للبواسير او الهيمورويدز. الصيدلي حضرتك قلت لها: اي ام شور اي كان تيك ذيس كريم توايس بير داي. طلعت لها كريم من على الرف، بقى اي حاجه بروكتوبلايفينول اي حاجه، اتفضلي حضرتك استخدمي ده مرتين، استخدمي ده مرتين في اليوم. فقالت لك خلاص ثانكس دكتور ومشت، وحضرتك قلت لها ويلكم نايس داي. هل كده حضرتك اتصرفت تصرف سليم وكده راضي عن نفسك، ولا في مشكله؟ ممكن واحد كده يفتح المايك ويقول لنا التصرف الصح هنا دلوقتي حصل، ولا الدنيا ماشيه ازاي؟ لا ما حصلش، ما حصلش. تمام،
يبقى انا دلوقتي لو انا عملت كده اي حد يقدر يعمل كده، انا عرفت ان البروكتو جلايفينول اي حد في الشارع او اي حد دبلوم تجاره او الكلام ده عارف ان البروكتو جلايفينول ده بتاع بواسير، فخلاص انت عايزه حاجه البواسير اتفضلي حضرتك شكرا يا دكتور مع السلامه. لا انا كده ما عملتش الجوب ديسكريبشن بتاعتي او اللي انا هتحاسب عليه فيما بعد وربنا هيحاسبني عليه، انا ما عملتش كل ده بسبب ان انا على الاقل ما فتحتش حوار وسالتها. ممكن يبقى عندها ريد فلاج وهي في ميل كمان، وهنشوف بعد شويه ان شاء الله بعد ما نبتدي نعرف الابروتش اللي احنا بنبتدي نتكلم عليها الريد فلاجز. ممكن يبقى هي عندها واحد من الريد فلاجز ما اقدرش ان انا اعملها اساسا في الصيدليه، فلازم احولها على طول للفيزيشن او السبيشاليست. فمبدئيا كده اللي حصل ده مش صح خالص. لو انت اشتغلت كده او انت كده اوريدي دلوقتي يبقى انت فيك مشكله وفي ويكنس جامد جدا عندك، فلازم تبتدي تشتغل عليه ولازم تنمي مهاراتك شويه عشان تبتدي تشتغل صح. احنا يا جماعه لازم نعترف احنا مش مناولين ولا بياعين في الصيدليه، احنا اللي بندي الصوره او بنرسمها. فلازم اي مكان انا هروحه لازم ابقى فعلا خير ممثل للمكان ده، لازم ابقى فعلا اراعي ربنا واراعي ضميري. ممكن ادي حاجات ويبقى في لسته وفي بنفيت وفي الكلام ده كله، ولكن لازم يبقى وين وين سيتويشن، يعني لازم البيشنت يستفيد وانا كمان استفيد عشان انا هتحاسب على كل حاجه انا عملتها. حتى العلم نفسه لو انا ما اتعلمتوش، كل حاجه بقت سهله دلوقتي، كل حاجه على اليوتيوب بضغط الزرار هتبتدي تعرفها، لو انا ما اتعلمتش انا هتحاسب على ده كله بعد كده. انا عندي برضو قناعه برضو لازم نقولها، اي انسان مننا، يعني محدش يقول ان انا سني كبر او ان انا خلاص كبير على التعلم، مفيش. اي انسان مننا يقدر يتغير، يقدر يواجه التحدي والتشالنج. تشينج از ديفيكولت بات نوت امبوسيبل، مش مستحيل، ولكن في بعض الصعوبه، واي انسان قادر ان هو يواجه الصعوبات. وكل حياتنا اصلا كفايه ان احنا عدينا الكليه، يعني تو بيلد سمثينج يو ماست لايف ات اند بليف ات، يعني عشان تبيلد او تبني حاجه مش جواك مثلا او تعمل سكيل معينه. دلوقتي يا دكاتره تو بيلد، حطوا دي حلقه في ودانكم، انا ممكن معلش هقول لكم شويه كلام بس دي من خبره حياه وخبره يعني طويله في المجال، فبقول لكم برضو عشان هتتحاسبوا على كل ده. تو بيلد سمثينج يو ماست لايف ات اند بليف ات، لازم تعيشها ولازم فعلا تبليف ات، لازم تبقى مقتنع بيها ان انت هتقدر تغير نفسك، هتقدر تاخد السيرتيفيكت المعينه او تتعلم الحاجه المعينه، حتى لو مش في الكارير بتاعنا هتقدر تتعلمها. اول حاجه في كده فايف سينرجيستك اليمنت تحطوهم في دماغكم دايما. بيلد ات، اول حاجه ابنيها كده وابتدي اعلمها لزمايلك. انا ابتديت اتعلم مثلا سكيل معينه، ابتدي اعلمها للناس واكت از ايديكويتور. حتى انا في مكاني لازم اعلم التيم اللي معايا، لازم ادرب التيم اللي معايا. ودي على فكره بوينت مهمه جدا ليك حتى في الاب سيلنج والكروس سيلنج، وان انت ترفع وتعمل جروث للمبيعات بتاعت الصيدليه ايا كان الصيدليه فين. ده طبعا اكت از ايديكويتور، دي حاجه مهمه جدا ان انا دايما اشك هل انا فعلا لسه فاكر المعلومه دي ولا نسيتها، فمحتاجه اراجع عليها شويه. فلازم اعمل مونيتورنج كل شويه بنفسي. بعد كده هبتدي اعمل سيلنج للسكيلز اللي انا عملتها دي، ودي هتبقى سترينث بوينت عندي، هبتدي ابرزها دايما وابيعها للناس، بحيث ان الشخص اللي هيجي لك انترفيور ده عايز يشتريك، هيدفع فلوس. انت دلوقتي هاو تو سيل يور سيلف، من الاخر هو دلوقتي هيشتريك وهيدفع فيك فلوس وهيسفرك وهتشتغل عنده وهتبقى واجهه للمكان، فهل انت هتفيد كل ده ولا لا؟ فلازم تبيع له نفسك من الاخر، هاو تو سيل يور سيلف. وفي الاخر طبعا لما اعيش الحاجه فعلا وبيليف ات، يبقى انا عملت كالتشر تشينج عندي. فالفايف سينرجيستك اليمنت دول حتى احنا بنعملهم وبنبتدي نشتغل عليهم واحنا بنعمل بيرفورمانس امبروفمنت للناس اللي شغالين معانا. يبقى من الاخر كده انا عايز ابقى رول بلاي في مكاني، انا عايز ابقى ايديوكيتور، عايز البيشنت يخش لي يطلع من عندي، يعني مفيش بعد كده. البيشنت ساتسفاكشن مهم جدا، هو ده اللي هيعمل لي كروس سيلينج واب سيلينج لوحده من غير ما انا ما اتعب حتى. يبقى انا حتى في مكاني لازم اعمل كل الكلام ده واوصل للبيشنت ساتسفاكشن. هوصل بيه ازاي اصلا البيشنت ساتسفاكشن؟ طبعا الكوميونيكيشن سكيلز والكلام اللي احنا قلناه، الجنرال كوميونيكيشن سكيلز، حتى مش لازم تبقى ادفانسد، دي مهمه جدا في حياتي. كمان الساينتفك سكيلز هتبقى مهمه جدا. واكت از رول بلاي، دايما اعلم الناس اللي معاك، عشان الحاجه اللي انت بتعلمها استحاله تنساها مع الوقت، الحاجه اللي انت بتدرسها لغيرك استحاله تنساها. وهاو تو ميك ذا ميديكال كونسلتيشن مور سكسسفول فروم بيشنت برسبكتيف، هو ده الكور بتاعنا. دايما حط السؤال ده في دماغك، ازاي تخلي الميديكال كونسلتيشن، حد جه يسالك على حاجه في الصيدليه او حتى في التليفون، ازاي تخليه مور سكسسفول فعلا فروم بيشنت برسبكتيف. دي ده الكور بتاعنا اللي احنا هنتكلم عليه دايما.
طيب انا دلوقتي كل الفكره بقى خلاص ندخل على الشغل بجد شويه. احنا اتكلمنا انترو كده سريع عن حياتنا عن كل الكلام ده، كل الفكره ان انا عايز اوصل لثيرابيوتيك ديسيشن، عايز اوصل لاوبتيمم دايجنوزس للبيشنت بتاعي عشان ابتدي اديله الفارماثيرابيوتيك ابروتش او الفارماكوثيرابيوتيك ابروتش بحيث يبقى اوبتيمم ليه واندفيديوالايزد اكوردنج تو الحاله الصحيه بتاعته. يبقى عشان اقدر اخد ديسيشن علاجي اصلا للمريض او حتى اقول له ريفيرال روح للدكتور التخصص الفلاني، ده ديسيشن علاج. يعني انا كده عملت الجوب ديسكريبشن بتاعتي على اكمل وجه، لازم اعمل ثلاث حاجات مهمين. اول حاجه مهمه جدا ودي الحاجه الوحيده اللي بتعكس وجهه نظر البيشنت او اللي هو حاسس بيه، لازم اخد فول هيستوري من البيشنت، حتى بيسموه في الريفرنس اللي بيقرا الارم او حاجه من الريفرنس. انا كل شويه لازم اخد كومبرهنسيف كومبليت كومبرهنسيف ميديكال اند فاميلي هيستوري من البيشنت بتاعي، وده اللي هبني عليه كل الاسئله وكل الحاجات اللي انا هديها للبيشنت. وده يعتبر من اهم حاجه ببتدي اعملها هو الهيستوري بتاع المريض. لازم اخد هيستوري كويس وابقى عارف ايه الاسئله اللي انا هسالها اكوردنج تو السيتويشن بتاع البيشنت. البيشنت هيستوري كامل، الديموغرافيك، الايدج بتاعه، هل هو ميل ولا فيميل، هل هو اصلا بيشنت جاي يطلب علاج لنفسه ولا لحد تاني. ممكن يجي لي الصيدليه ومراته طالب لمراته مثلا حامل ويقول لي عايز حاجه للصداع، وانا رحت جريت على الدايكلوفيناك مثلا اي نوع منهم، فولترين، كاتافلام، اي حاجه من الكلام ده، وما ابتديتش اساله اصلا هو ليك ولا لحد تاني، مجرد سؤال بسيط خالص اديت له الفولترين وتفضل توكل على الله، حصل مشكله للمريضه عشان المريضه بريجننس. فلازم اسال عن الايج، عن السكس، عن الويت، عن الميديكال هيستوري، هل عنده كوموريدس اصلا ولا لا، هل في دايابيتس، هارت فيلير، الكلام اللي احنا عارفينه ده كله، هل في فاميلي هيستوري لديزيز معين في دماغي، هل في ريسك فاكتور اصلا عشان دي اللي هلعب عليها في اللايف ستايل موديفيكيشن ولا لا. الميديكيشن هيستوري اللي هو بياخدها كلها لازم ابقى عارفها واخدها، وده اللي احنا بعد نعمله في المستشفى از ميديكيشن ريك بتاع البيشنت، سواء او تو سي. انا ما بحبش اقول عليها او تو سي لان اوفر ذا كاونتر ميديكيشن دي الاوبتيمال ميديكيشن اللي موجوده اصلا في السوبر ماركت في امريكا في اوروبا في الكلام ده كله، ولكن اللي احنا بنطلعه ده بيهايند ذا كاونتر او اسمه بي تي سي، فبسميهم بريسكرايبد ميديكيشن اند نون بريسكرايبد ميديكيشن، فمجازا ممكن نقول عليهم الاو تو سي. لازم ابقى عارف الكومبلينت بتاع البيشنت لان دي الموست ستريسنج سيمبتومز عنده اللي خليته اصلا يجي لي ويسيك ميديكال ادفايس، فلازم دي اول حاجه ابتدي بيها واعمل برايورتيزيشن للمشاكل انا عند البيشنت. يعني ممكن يبقى جاي لي بكذا مشكله، ازاي هنظم دماغي واعمل برايورتيزيشن اكوردنج تو طبعا الكومبلينت الاول اللي هي الموست ستريسبل سيمبتومز اللي خليته يجي اساسا. الحاله الاكيوت دلوقتي لازم اعالجها الاول، والكرونيك ممكن تستنى شويه، او الحاله السيفير ممكن تتعالج، والحاله الاقل حده شويه ممكن تستنى شويه، او نشوف بعد كده هنعمل فيها ايه. لازم ابقى عارف كومبليت ساين اند سيمبتومز اللي البيشنت هيبتدي يقولها. بعد كده هوصل لحاجه اسمها بريليمينري دايجنوزس اللي هو الدايجنوزس المبدئي. انا شكيت بنسبه 70% مثلا ان هو يبقى كويري مثلا هيمورويد، فلازم اساله عن كذا، ان هو ممكن مثلا يبقى مريض هارت فيلير، فلازم اعمل له ريفيرال. فانا وانس ان انا شكيت او وصلت للبريليمينري دايجنوزس ده التشخيص المبدئي، وهنعرف طبعا ايه التولز اللي انا ببتدي اشتغل عليها وامتى اعمل ريفير. مهمه جدا امتى اعمل ريفير يا جماعه، مش اي مريض هيجي للصيدليه لازم اديله علاج واطلعه وتمام وحتى لو هو مبسوط، لا انا كده ما عملتش دوري. رابي حاجه بقى خلاص طالما انا وصلت لكل الكلام اللي انا عملته ده وعملت خدت هيستوري كويس سالت الاسئله المناسبه، هوصل بقى للتريتمنت سيشن. بس ان انا عملت الخطوتين اول خطوتين دول كويس جدا، يبقى انا خلاص في مرحله الديسيشن بقى بتاع تريتمنت، او ان انا اعمل فيتنج او تيلورنج للثيرابيوتيك بلان للبيشنت بتاعي. ولازم ابقى عارف ايه الجولز اوف تريتمنت، ايه الحاجات اللي انا هبتدي استناها، ولو حصلت يبقى دي تمام كده وانا سكسس في التريتمنت بتاعي، ولو ما حصلتش يبقى انا فيل، يبقى انا عندي الترناتيف بلان او بلان بي لازم تبقى عندي كده معايا، لو ده ما اتحسنش المفروض البيشنت يعمل ايه. لازم ابقى عارف التريتمنت ابروتش لكل كيس سيناريو هتجيلي. مثلا مريض جاي لي كونستبيشن مش زي مريض جاي لي دايريا، مش زي مريض اصلا كونستبيشن وادلت او كونستبيشن وطفل، فلازم ابقى عارف التريتمنت ابروتش ايه اللاينز اللي عندي وايه انسب لاين للانديفيديوالايزد ميديسن او للانديفيديوال ده او البيشنت ده اكوردنج تو البيشنت سيناريو. بعد ما خلصت كل ده وابتديت اطلع التريتمنت للعيان بتاعي، ابتدي اعمل له اديوكيشن اند كونسلنج،
ودي خطوه مهمه جدا، ودي تقريبا الكور بتاعه الفارماسي، سواء كلينيكال فارماسيست اللي منكم هيشتغل كلينيكال او حابب المجال، ممكن نبقى نتكلم بعد كده عن الفرص بتاعتنا، والفرص بتاعتنا ابتدت تزيد جدا وخصوصا الكلينيكال فارماسيست والكلام ده كله. بعد كده الاديوكيشن والكونسلنج ده هيبقى عامل مهم جدا. بص يا دكتور من غير ما اقطع حضرتك، بس يا دكتور اتفضل يا فندم. يعني احنا في الانترفيو لو حد كلينيكال فارماسيستي دي هتبقى ميزه، يعني لو هو قال له ولكن حضرتك لازم تكون اشتغلت في صيدليه، لان رايح دلوقتي تشتغل في صيدليه، فلازم تكون اشتغلت بجانب الكلينيكال فارماسيست او المستشفى. تمام؟ اه ماشي، بس الجزء الساينتفك هيبقى عندك، اللي هي المعلومه تجيبها ازاي، تدي المعلومه ازاي. طبعا لكن لازم ابقى شغال في صيدليه بحيث ان انا ابقى عارف على الاقل السيستم، ابقى عارف اتعرضت لنوعيات كتيره من الكاستمر او من البيشنت، سواء هو كاستمر. ايوه اكيد انا فاهم. اه يعني المعلومه دي بينها عادي في الانترفيو. لا طبعا، بس لازم حضرتك تكون شغال في صيدليه. ان انا اشتغلت في الفتره من دي بجانب ان انا كنت شغال في صيدليه، كنت شغال في مستشفى وبتعامل مع بيشنت وكلينيكال والكلام ده كله. حتى لو معايا سيرتيفيكت، انا خدت سيرتيفيكت معينه، دبلومه مثلا، وكفايه واحده بس، شهاده واحده، ما تكتروش. يعني لو واحد مثلا معايا فورم دي، معاه كذا معاه كذا، ما تكترش. كفايه مثلا كلينيكال فارماسي دبلومه، بورد سيرتيفيكيشن، اي حاجه من الحاجات دي، واحده بس. ان انا حاولت اطور من نفسي واشتغلت برضه في الكارير ده، ولكن انا حابب مجال الكوميونتي عشان الافاده، وبتعرض لبيشنت اكتر وكاستمر اكتر، فانا حابب الكلام ده. تمام. يبقى احنا كده وصلنا لفين؟ خلاص احنا وصلنا للتريتمنت ديسيشن. لازم ابقى عارف في حاجه كده يعني خدوها في دماغكم، في حاجه اسمها باترن ريكوجنيشن. ده غير في الاميونتي. يعني الباترن ريكوجنيشن يعني في بعض الكونديشن كده بتبقى فاضحه نفسها بالبلدي، يعني بقى ليها كاركترستيك بريزنتيشن. اول ما المريض يجي لي مثلا وعنده السيمتومز الفلاني، انا احدف ان هو غالبا هيبقى كذا. فدي برده ممكن ايه نبقى نعمل لها سيشن لوحدها. دي بنسميها الكونكلوسيف سيمتومز. يعني لو مريض مثلا سي، انا عشان كنت كارديولوجي طول الوقت فهكلمكم كارديولوجي اكتر، يعني باروكسيزمال نوكتورنال ديزنيا، المريض ده هحلف عليه ان هو ليفت فنتريكولار فيلير، يلا روح البيت وروح لاخصائي قلب على طول، ما تستناش. تمام. التريتمنت موداليتي لازم ابقى عارف بقى في دماغي تريتمنت موداليتي، وانا كاتب تريتمنت ابروتشز واصيدها في السامه في الاخر لو حد خد باله. التريتمنت ابروتشز ممكن يبقى فارماكولوجيكال ابروتش ونان فارماكولوجيكال ابروتش، يعني اللايف ستايل موديفيكيشن اللي انا بقول المريض ظبط اكلك، يعمل ما اعرفش ايه، كل ده تريتمنت برضه، ده داخل تحت بند التريتمنت، مش مجرد ان انا هديله دواء يبقى انا كده عالجته، لا. ممكن التريتمنت اصلا البي هايبرتنشن، البي دايبيتس، الكلام ده كله لما نتكلم عليه بعد كده ان شاء الله، بعالجه اصلا في الاول بلايف ستايل موديفيكيشن. الناس اللي ستيج 1 هايبرتنشن اول 3 شهور ل 6 شهور طبعا ده مش في بلادنا، بيعالجوه بلايف ستايل موديفيكيشن. فحتى بيقول لي اعمل اوجمنتيشن للتريتمنت موداليتي باللايف ستايل ابروتش او اللايف ستايل موديفيكيشن. فدي النقطه دي برضو حطوها في دماغكم دايما، ودايما الميديكيشن بتاعي لازم يبقى في حاجتين هكتبها لكم اوعوا تنسوها: ايفيدنس بيزد بلس كوست افكتيفنس. لازم يبقى بكوست افكتيف مانر، ما بقاش انا عامل وتعب نفسي في كل ده وعمال اتعلم وكاتب له احلى فارماكو ثيرابيوتيك بلان في الدنيا تكسر الدنيا، والاخر الدواء غالي. فلازم بالابيرنس اصلا بتاع البيشنت، وهنتكلم بعد شويه، ابقى شايف هو ده يعني السوشيو ايكونوميك ستيتس بتاعه ممكن يبقى ايه، فقير مثلا على قد حاله، فهكتب له حاجه حنينه، الكلام ده كله. فلازم احطه دايما قدام عينيكم ان انا ابقى ايفيدنس بيزد في التريتمنت بتاعي، وكمان يبقى كوست افكتيف مانر. ابص له كده الابيرنس بتاعه زي ما انا كاتب كده، هل هو اصلا ممكن من الابيرنس بتاعته يبقى فيري ال، فلازم اقول له لا ده انت لازم تروح مستشفى. يبقى البيشنت بالانسبكشن كده دي هايدريتد، فلازم روح عشان تاخد محاليل او يتعلق لك محاليل او ايا كان. الجنرال ابيرنس نفسه هيوديني لسكك ثانيه، هيقول لي مثلا السوشيو ايكونوميك ستيتس، الستيت اوف النس بتاعه، هل هو سيفير، هل هو اكيوت وممكن اعالجه انا عندي، هل هو اكيوت ولا لازم يروح مستشفى. فالابيرنس مجرد الابيرنس بتاع البيشنت عندي، وان انا اركز معاه وابقى فوكس واي تو اي كونتاكت، لازم ابتدي اشتغل عليه، عشان ده برضه هيوديني لجهه علاجيه غير اللي انا عايزها تماما. الديسيشن ميكنج بعد كده لازم اخد الديسيشن، وزي ما قلنا الديسيشن لازم ايفيدنس بيزد وكوست افكتيف مانر، وما انساش اللايف ستايل موديفيكيشن او نان فارماكولوجيكال ابروتش بتاعي. بعد كده هبتدي بقى احط له تريتمنت موداليتي، ويا حبذا لو كان كتابيا، لو هو مثلا مريض بينسى، مريض كبير في السن، لو قدرت اكتب له مثلا كل المعلومات والادفايس على علبه الدواء او في ورقه
ورقه مثلا احطها له في العلبه هيبقى حاجه كويسه جدا يعني. بعد كده هستنى بقى الاوت كوم، هشوف الاوت كوم ده اللي انا مستنيه، هل هو العيان كيورد ولا نوت كيورد، يعني ممكن يبقى كيورد خف وتمام التمام وهتصل بيه لو انا قدرت اعمل كده بره يبقى دي حاجه كويسه، ما قدرتش خلاص وهو ما جاليش تاني، او النوت كنترول فيبتدي يجي لي، يبقى الاكشن اللي انا خدته اصلا مع المريض ابتدى يبقى صح، فانا كده تمام التمام وعملت اللي عليا وزياده وخدت الاجر والثواب بغض النظر عن الجانب المادي. لازم بقى طول الوقت اخد في دماغي الايثكس، الايثكس بتاعتي نون ماليفيسنت، دي اول حاجه نون ماليفيسنت، ان انا ما اذيش المريض باي حاجه ايا كانت. يعني في ناس كتير قوي اعرفهم يعني في حاجات الليجال بتحصل، وانت برضو لما ان شاء الله ربنا يكرمكم جميعا كده وتاكسبتوا وتروحوا السعوديه هتلاقوا في حاجات كتير انت ممكن تعملها عشان تحقق الليسته، ممكن تعملها عشان تحقق التارجت، ولكن دايما حط الاربع حاجات دول والرزق اللي ربنا هيزوه لك في الاخر طالما حلال ان شاء الله الدنيا هتبقى افضل. اما الافيسنس ان انا لازم ما اذيش المريض باي حال من الاحوال، لو قدرت ان انا ابقى بي بنفيسنس او ابتدي اقدم له خدمه صحيه كويسه جدا يبقى تمام التمام، ما قدرتش يبقى انا ما اذيهوش. ولازم في دماغي win win situation، لازم طبعا respect الاوتونومي والكلام اللي انتوا عارفينه ده، keep the eye contact، دي بعض الحاجات اللي انا لازم وانا في الديسكشن او الكوميونيكيشن مع البيشنت ابقى احافظ عليها شويه، لازم keep eye contact، take your time، لازم تاخد وقتك ما تستعجلش ما تحسسش المريض. طبعا لو عندنا رفاهيه الوقت كل ما خدت وقت زياده كل ما جمعت معلومات زياده كل ما وصلت للديسيشن ميكنج صح كل ما وصلت للتريتمنت صح كل ما كان الاوت كوم كيور، وده اللي انا عايزه او البيشنت عايزه. تمام، تيك يور تايم، ما تستعجلش، افويد جادجمنت، ما يعني ما تحكمش على العيان وهو داخل لك لا ده مريض ما اعرفش ايه ده بيتدلع، لا اسمع الحاجه اللي بيقولها المريض، المريض حتى لو هو اكساجريت هيز بين لازم اسمعه للاخر ولازم اعالجه المشكله بتاعته او احلها له. تريت البيشنت از هيومن بينج، ده انسان وبني ادم، لازم زي ما انت بتروح تتعالج بتبقى خايف على نفسك وخايف على صحتك او حد من حبايبك ربنا ما يكتبها على حد، فلازم تريت البيشنت از هيومن بينج نوت از ا باندل اوف سيمبتومز او ساينز. تمام، pay attention to psychological issue، دي حاجه مهمه جدا، ممكن المرض اللي عند البيشنت اصلا يبقى psychological وانا عمال اديله تريتمنت واحوله للريفيرال فيزيشن وهو اساسا ما حدش راعى الجانب النفسي او psychological عند البيشنت، فده كله هياثر عليا في العلاج. وزي ما قلنا listen then listen then listen وبعد كده ابتدي act، ثلاثه listen then act. تمام، فالليسننج مهم جدا، وبي امباثيك بقى اظهر التعاطف والكلام اللي انتم عارفين ده، بي اونست، ومهم قوي افويد جارجون. يعني ايه جارجون؟ يعني المصطلحات الطبيه، يعني ما تروحش بقى تقول له يو هاف دايابيتس مليتس ما اعرفش ايه ايه، انت عندك مرض السكري ما مرض ما اعرفش ايه، ما تقولوش انت عندك هيمورايد، يعني ما تقولوش المصطلحات وانت مع البيشنت او في الكوميونيكيشن او الانترفيو مع البيشنت. شيك اف ذا بيشنت اندرستاند، في الاخر هل حضرتك فهمت الكلام ده؟ ممكن تعيده عليا تاني، لان البيشنت ممكن يهزل دماغه وهو اصلا مش سامع اي كلمه من اللي انا قلتها او مش فاهمها، انا عمال اقول له كلام كبير، فلازم في الاخر مهم قوي جدا ان انا اشيك اف ذا بيشنت اندرستاند، ممكن حضرتك تعيد عليا تاني اللي انا قلته، هتستخدم الدواء ده ازاي؟ لان الادهرنس بتاع البيشنت على الميديكيشن اللي انا كاتبها له او اللي انا مديها له ده مهم جدا ومن اهم العوامل في نجاح الخطه العلاجيه اصلا وحصول الاوت كام او بيتر اوت كام كويس جدا. ودايما لازم اشرك المريض معايا في الخطه العلاجيه وده بيديني بيتر اوت كام. تمام لحد دلوقتي؟ على اهم تو ابروتش انا ببتدي انظم بيهم دماغي وابقى سيستماتيك، حتى لو انا حاجه مثلا سالت لي مش عارفها ابتدي اتكلم ودور وحور حوالين الاثنين ميثود دول او التو ابروتش دول، بيج ابروتش كبار جدا، ببتدي اجمع بيهم معلوماتي من البيشنت او اعمل انفورميشن كولكشن او ساين اند سيمبتومز كولكشن من الاسئله اللي انا بسالها البيشنت. وام ابروتش من الحاجات الفيري فيري امبورتنت وشهيره جدا خصوصا في عالم الصيدله الكوميونتي فارماسيست، واز ميثود ابروتش، الاثنين دول من اشهر الحاجات. في طبعا ام كورد بليز سيت داون سير، يعني في حاجات كتير قوي ولكن مش عايز اشغلكم بيها، فدول اهم تو ابروتش، والوان ده هو اكتر حاجه بنستخدمه في الكوميونتي فارماسيست لانه سهل وفي نفس الوقت بقدر اجيب البيشنت واجيب منه المعلومات كلها. ساعات بيحطوا الدبل دبليو هنا في الاول ولكن الوان كده اسهل بحيث ان هي تبقى سهله للحفظ.
كل طبعا حرف استند الكلمه دي حاجه بنسميها نيمونكس. فلازم انت حتى وانت بتذاكر او بتعمل اي حاجه جديده او بتكتسب سكيلز لازم تحط لنفسك نيمونكس كده عشان تفتكرها بسهوله. فدي من الحاجات القويه برضو تعلموها لنفسكم. وين اول دبليو؟ طبعا احنا قلنا ساعات بيحطوا 2 دبليو. هو ايه ذا بيشنت؟ مين البيشنت اصلا ده؟ هل هو واخد الدواء ده لنفسه سيلف ولا لحد تاني؟ زي ما احنا اتكلمنا ممكن يبقى مراته وحامل وانا بديها دواء وهو بيقول لي هات دواء لكذا وانا اديت له بناء على كلامه ان هو ليه. هل هو الطفل مثلا صغير فانا هديله شراب مش هديله راس الايج السكس؟ اعرف تفاصيل الديموغرافيك زي ما احنا اتكلمنا بتاع البيشنت بتاعي هو مين السن بتاعه السكس في ميل ولا في ميل الكلام ده كله هيبقى مهم جدا. وات ذا سيمبتومز هنا برضو في هو ذا بيشنت ممكن اتكلم شويه عن الريسك فاكتور بتاعه البيشنت واعرف شويه هل في الرجي معينه مثلا من دواء معين هل هو ابتدى اكسبيرينس معينه من هايبر سنسيتيفيتي او اي حاجه من الكلام ده. وات ذا سيمبتومز ايه الاعراض اللي عند حضرتك؟ لازم في السيمبتومز عموما اي سيمبتومز المريض هيقولها لي لازم اساله على ثلاث حاجات. الاونست بتاع السيمبتومز بتاعي حصل من امتى؟ الكورس هل بيزيد هل بيقل؟ هل الفتره اللي حضرتك قعدتها في البيت دي ابتدى يقل ولا يزيد؟ ايه البيرسبتيتنج فاكتور؟ ايه الايفوكنج فاكتور؟ ايه الريليفنج فاكتور؟ كل الكلام ده لازم اعرفه من البيشنت. فالسيمبتومز لازم اعرف عليها الثلاث حاجات دول اونست كورس ديوريشن. ولازم اتعود طول الوقت ان السيمبتومز اللي هتجيلي في الصيدليه از ماينور او ار سيمبتومز بقى عشان جمع ار ماينور اند سيلف ليميتنج والمفروض في خلال ماكسيموم 7 دايز تبتدي تريزولف. حتى في حاجات سيلف ليميتنج لو انا ما تعاملتش مع البيشنت ومجرد بيد ريست وفلويد والكلام ده هتبتدي لوحدها في فيو دايز كده تنتهي وتسيلف ليميتنج. هاو لونج هاف ذي سيمبتومز بين بريزنتنج من امتى جايه لك السيمبتومز دي كنا سالنا عليها في الكورس. وكل ما كانت الحاجات لونجر ديوريشن كل ما ده بقى مور لايكلي تو بي سيريس كيس او سيريس بروبلم. فانا غالبا هعمل ريفيرال لو المريض مثلا بيقول لي ده انا بقالي ثلاث اسابيع عندي صداع ما بيسيبنيش، بقالي مثلا شهر عمال اكح ما اعرفش ايه، كل الكلام ده يعني ده لونجر ديوريشن. انا عندي اللي انا بتعامل معاه في الصيدليه اذا ماينور النس او ماينور سيمبتومز، مجرد مثلا خمس ايام ده من امبارح ده بقى لها يومين بتخف وبتزيد بتروح وتيجي، كل الكلام ده هتعامل معاه، انما لازم احط في دماغي ذا لونجر ديوريشن ذا مور لايكلي تو بي سيريس كيس. تمام؟ بعد كده الايه بقى هي الاكشن تيكينج باي ذا بيشنت. دي خطوه مهمه او تقريبا انا بعتبرها اهم الخطوات اهم خطوه على الاطلاق. هل حضرتك جربت اي علاج عشان تعالج الجزء مثلا مريض جاي لي بحموضه وانا في دماغي ان انا بطلع نيكسيا مثلا عشان عندي لستة او عندي باخد عليه كوميشن او ايا كان وهطلع له نيكسيا؟ هل حضرتك جربت حاجه ممكن هو يكون جرب النيكسيا ما جابش معاه نتيجه اصلا؟ يبقى انا لما اروح اجيب له النيكسيوم اولا هو مش هيبقى كونفيدنت ان هو يكمل معايا، ثانيا الثقه هتقل، ثالثا هيقول يعني انتوا اكيد في ديل يعني واي حاجه كده هتروح تجيبها على طول من غير ما تسال مريض هيقول لك اكيد في ديل. فلازم على الاقل ابتدي اسال البيشنت هل حضرتك جربت الاكشن تيكنج باي ذا بيشنت فور تريتمنت ذس كيس، الحاله بتاعته دلوقتي هل هو جرب حاجه عشان يعالج المشكله بتاعته دلوقتي ولا لا؟ ولازم احترم الاكسبيرينس بتاعته، لازم اسمع له في الجزء ده بالذات ان هو كمان ممكن يبقى عنده اكسبيرينس مع ابن خاله مع ابوه مع عمه في الجزء ده فعارف بعض التفاصيل عن التريتمنت في الجزء ده وقرا عنه على النت او الكلام ده كله. وده بنسميه او بيندرج تحت حاجه اسمها هيلث ليتراسي تمام او المعرفه الطبيه. وده كمان دور من الادوار الفارماسيست از ا بيشنت ايديوكيتور. كمان من ضمن الحاجات اللي هتخليه الخطوه دي مهمه ان البيشنت اصلا ممكن يبريفير بعض الابروتش او بعض الروت اوف ادمنستريشن عن الثانيه. يعني مثلا المفروض انا اديله حاجه سبوزيتوري يعني تحاميل مثلا بلغه السعوديه او لغوص بلغتنا المصريه، ممكن المريض اصلا ما يحبش حاجه زي كده فانا خلاص يعني هل حضرتك تفضل مثلا كذا؟ انا عارف لا انت البيشنت بريفيرنس او الاندفيدواليزيشن مهم جدا فلازم اخده في الاعتباري. الميديكيشن بين تيكن كل بقى دي الخطوه دي المديكيشن اللي بياخدها سواء نون بريسكرايبد سواء بريسكرايبد، اي حاجه مثلا بياخدها للكوموربيدز معينه انا باخد علاج للضغط كذا، انا باخد علاج للسكر كذا، انا مثلا باخد عشان لما يجي لي الم في الظهر باخد مثلا بنادول، لما يجي لي معرفش ايه باخد كذا، يبقى بعرف كل الديتيل ده هيستوري عن المديكيشن. والخطوه دي بنسميها ميديكيشن ريكونسليشن، باخد النون بريسكربشن او البريسكرايبد والنون بريسكرايبد ميديكيشن.
ودي خطوه مهمه جدا برضو. ليه؟ عشان بعرف حاجتين، بتقول لي حاجتين possible interaction. لو انا هديله علاج زي مثلا مريض بياخد بلافكس وانا هروح اديله اميز مثلا للجلد اللي هو اوميبرازول، كلنا طبعا عارفين الدراج دراج انتراكشن الشهير بين الكلوبيدوجريل والاوميبرازول، تمام؟ فيعني كده غالبا هشوف another alternative more safer. فلازم اعرف المديكيشن سواء prescribed سواء OTC، ممكن يبقى فيه drug drug interaction زي ما قلنا، ممكن اصلا يبقى ده potential adverse drug reaction، صح؟ يعني ممكن مثلا مريض عمال ياخد لزينوبريل بقاله فتره، والمريض بقاله مثلا من ساعه ما بدا عليه وهو عنده دراي كاف، فغالبا هتبقى due to ACE inhibitor، تمام؟ فممكن potential adverse drug reaction في الحاله دي انا هعمل ريفيل. يعني once ان الحاجه بقت due to adverse drug reaction مش حالتي، انت تعمل ريفيرال للفيزيشن الطبيب اللي هو بيتعالج معاه، ويبتدي يشوف له ايه الالترناتيف او الابروتش الثاني اللي ممكن استخدمه يبقى انسب للمريض بتاعي. تمام كده؟ يبقى احنا كده خلصنا الوام وحطوها في دماغكم ان شاء الله. يعني ده دي الاسئله اللي هجمعها. قال لي بقى البيشنت بتاعي عامل ازاي ودخل لك بايه، الاسئله اللي هتسالها له. خلاص انا جمعت الابروتش، وده مهم قوي، حاولوا تحفظوه، مهم قوي احفظوه. الابروتش الثاني اللي هو الاف ميثود، هو شبيه بالوام شويه ولكن مور ديتيل. بيتكلم من الايدج والابيرنس، زي ما قلنا الابيرنس مهم، الايدج بتاع البيشنت، هل هو سيلف ولا سمون ايلس، زي ما احنا اتكلمنا هو از بيشنت، هل لحضرتك ولا لحد تاني، نفس الكلام. ايه الميديكيشن هو بياخدها او الميديكيشن اللي جربها للتريتمنت بتاع الكيس بتاعتي ولا لا، الاكسترا ميديسن ترايد فور كرنت سيمتوم، زي ما احنا اتكلمنا برضو في الاكشن تيكن باي ذا بيشنت، التايم بيرسيستنج، زي ما احنا قلنا الكورس والديوريشن بتاع السيمتومز بتاعتي، هل بقى لها فتره، دي اللي هو اجابه على سؤال هاو لونج هاف ذا سيمتومز بين بريزنتد، فهم الاثنين equivalent لبعض، ولكن الاز ميثود مور ديتيلز شويه، الهيستوري بتاع البيشنت، هل في اسوشيتد سيمتومز ولا لا، هل في دينجر سيمتومز، دي مهمه، وهنتكلم على كل مرض ايه الريد فلاج، بنسميها ريد فلاج، دي هي الدينجرس سيمتومز او الحاجات الخطيره ان لو لقيتها في البيشنت بنسميها ريد فلاج او الارم سيمتومز، بتنور كده عند البيشنت، لا يا حبيبي ريفيرال على طول، ما تستناش ريفيرال وتروح دلوقتي وترد عليا الدكتور قال لك ايه، عشان على الاقل اخد اكسبيرينس. يعني الحاجه دي لما تاخد الفيدباك تاني وتعمل مونيتورنج اند فيدباك، من ضمن الفايف اليمنت اللي انا بعمل عليهم بيرفورمانس امبروفمنت، فلما اخد فيدباك هعرف الكيس سيناريو دي اتعامل معاها ازاي فيما بعد، وهكتسب خبره و اكسبيرينس من الكيس نفسها. يبقى مبدئيا كده ببتدي اعمل ريفيرال امتى؟ ده عن البين، ماشي، هنتكلم عليه دلوقتي. مبدئيا كده ننظم دماغنا بقى، امتى هعمل ريفيرال؟ لو لقيت حاجه من ريد فلاج او الدينجرس سيمتومز، لو حد معاه ورقه وقلم يكتب الكلام ده كله، امتى هعمل ريفيرال؟ لو لقيت الكيس بتاعتي ليها لوندر ديوريشن، بقى لها كتير، بقى لي 3 اسابيع، بقى لي شهر، بقى لي قد كده، كل الكلام ده لازم اعمل ريفيرال على طول. لقيت دينجرس سيمتومز او ريد فلاج او الارم سيمتومز، في الحاله دي ريفيرال ما تستناش. لو لقيت الموضوع ريكارنس، يعني في ريكارنس في الموضوع، كان عندي صداع خدت بنادول ورجع تاني بس فظيع، بقى في ورسنج في الكيس، يبقى لا ده مش صداع عادي، ده لازم تروح عشان تعمل فيرذر انفستيجيشن. لو في سيفير بين، المريض جرب له اي حاجه وما خفش، لو هو خد اصلا ميديكيشن ودي بنسميها فيلد ميديكيشن، لو خد ميديكيشن معينه والمريض ما خفش عليها، ولو كان هو زي ما قلنا suspected او potential adverse drug reaction، في الحاله دي هبتدي اوجهه للمريض. تمام؟ من ضمن بقى الحاجات اللي خارجه عني شخصيا، يعني خارجه انا عندي كفارماسيست في صيدليه، لو انا محتاج further investigation، لو انا محتاج مثلا تحاليل معينه او اشعه معينه، هل انا هكتب له اشعه ويروح يعملها؟ في الحاله دي برضه لازم اعمل له referral to be confirm the case. كمان برضو لو في السعوديه طبعا البيشنت محتاج مضاد حيوي، الكلام ده كله لازم، لان الانتي بايوتيك دلوقتي بريسكرايبد ميديكيشن مش زي عندنا في مصر. تمام يا دكتور. تمام. في بقى بعض الميثودز الثانيه كده، يعني اللي عايز يعرفها او يبحث عليها، في حاجه اسمها سيت داون سير، برضو كل عباره عن اكرونيم او نيمونيك زي ما احنا اتكلمنا، وكل حرف ستاند الكلمه، برضو كلهم بيدوروا على نفس الايتمز زي ما احنا اتكلمنا، والانكورد ميثود، الانكورد برضو حاجه شهيره، والسيت داون سير اللي اشتغل كلينيكال، كان في دكتور دلوقتي بيقول اشتغل كلينيكال فارماسيست، فالسيت داون سير والانكورد دول باخد بيهم الهيستوري، وبعمل كمان ميديكيشن ريكونسيليشن بالتو فورم او تو ابروتش كولكتفلي مع بعض كده.
تمام. فاللي عايز برضو ايه بقى يعرفهم عشان ما قلناش معلومه ناقصه. طيب لو البيشنت قال انا عندي بين، عندي الم في اي مكان، الالم بالذات لازم اعرف عليه كذا حاجه، ست حاجات، ما ينفعش اعدي البين كده او كلمه بين من غير ما اعرفهم او اسال المريض عليهم. 1S في هنا 1S 2T and 3R approach، ده برضو approach وكل اكرونيم زي ما احنا اتعلمنا. ال 1S يعني ايه؟ السايت، السايت بتاع الالم هو فين بالظبط. الالم مثلا ماسك دماغي كلها، طب ممكن حضرتك تشاور لي عليه، ممكن مثلا تشاور بايدك ولا تشاور بصبعك، كل الكلام ده هيفرق معايا اصلا في التريتمنت. لو بيشاور بصبعه يبقى خلاص هو نيكولايزد، غالبا هتبقى حاجه سندل الدنيا هتبقى كويسه. لو هو مثلا بيشاور لا ده كل المكان ده كله، او بيشاور بكف ايده كامل، لا يبقى غالبا هيبقى مور كومبلكس، فغالبا هعمل له ريفيرال، فلازم اخد الحاجات دي في دماغي. التو تي اول حاجه التايب، التايب اوف بين اللي احنا بنقول نيتشر اوف بين، هل مثلا شكله ايه البين؟ ما يجي يقول لك واحد جلد مثلا عندي تقل، حاسس بتقل على صدري، طب انت التقل ده عباره عن حاسس بطوبه، حاسس بمعرفش مغص، حاسس بسكاكين، حاسس بالكلام ده كله، وفي نفس الوقت باخد السيفيريتي، هل هو مور سيفير قوي يعني ولا قادر تتحمله؟ كل الكلام ده باخده في البين او بسال المريض عليه. التايم من امتى عندك وقد ايه، يعني وكل قد ايه بيجي لك، بيجي لك الصبح بس، بالليل بس، فكل التايب اوف بين بيبقى له شكل معين في التريتمنت. بعد كده الريسك فاكتور، ايه الحاجات الايفوكينج فاكتور او الريسك فاكتور اللي بتخليه يزيد او البريسبتيتنج فاكتور، تمام. وبعد كده الريليفنج فاكتور، لو انت خدت ايه او ارتحت مثلا هتقل، يعني مثلا عندها بريفرال ارت ديزيز، لو ارتاحوا الريست بيخليه يقل الكلوبيكيشن او البين في اللور لين بيبتدي يقل، انما لو مشي مثلا زياده لا ده بيتعب ورجليه بتعمل والكلام ده كله. فالريسك فاكتور ايه اللي هي الايفوكينج فاكتور، والريليفنج فاكتور بيخف او بيفك بعد قد ايه. الراديشن، هل في راديشن بيسمع مثلا في كتف الشمال؟ لا ده بيسمع مثلا في ظهري من ورا، ده بيسمع في المكان الفلاني. فكل الكلام ده ببتدي اخده في الاعتبار. فالبين ابروتش اللي هو 1S 2T and 3R مهم جدا. لو اي حد عنده بين لازم ابقى عارف سيستماتيك كده ومنظم دماغي انا هساله على ايه وابتدي اتكلم معاه ازاي بالظبط. من الاخر بقى كده لازم ابقى عارف الايدج، لازم ابقى عارف الهيستوري بتاع البيشنت كله، سواء ميديكال هيستوري، سواء بيرسونال هيستوري، والفاميلي هيستوري حبذا لو هو عارف حاجه زي كده، كل الديتيل بسيمتومز عن البيشنت، كل الاسوشيتد سيمتومز. اذا انا عندي مثلا صداع جدا ومصاحب ليه ترجيع يبقى انا هشك اكتر ان هو مايجرين. الاسوشيتد سيمتومز مهمه جدا، بتمثلي برضو 50% من التريتمنت او الدايجنوزس زيها زي السيمتومز. بعد كده المديكيشن اللي انت سواء بتاخدها بالبريسكريبشن او نون بريسكرايبد ميديكيشن، الايفوكينج والريليفينج ريسك. يبقى دول الست حاجات اللي انا لازم ابتدي اسال المريض عليهم. لو انا حتى يعني ما قدرتش احفظ الابروتش كامله، على الاقل ابقى عارف الحاجات دي بالاضافه الى بلس ايه الاسئله بتاعت البي. لو حد جالي الصيدليه قال لي ان انا عندي بين وبيسمع في الشولدر والاصابعي في ناحية الشمال، يعني انا حسيت ان هي انجاينا مثلا، البين فين بالظبط؟ هل ابدا انا اديله حاجه مثلا زي الباراسيتامول، النالجزون، نعم البين ما فوق الهارت بشويه كده بيسمع في كتفه الشمال، هل انا ممكن اديله انالجيسيك؟ بيسمع في كتفه الشمال. تمام، سالناه الاسئله الابروتش اللي احنا سالناه البين. لو هل انا اجيب انالجيستك يعمل له ماسك مثلا، يعمل له ماسك للبين اللي عنده؟ تمام، ده السؤال ده حضرتك خلص ولا في حاجه؟ اتفضل يا دكتور. تمام، بالنسبه للبين يا دكاتره انا لا يعني انا اقصد لو اديته، انا انالجيستك بالنسبه لي. تمام، يعني حضرتك هيعمل له ماسك للالم اللي عنده، ممكن يدخل في كومبليكيشن انا ما كنتش احب ان هذا يحصل. حضرتك شاكك ان هو انجينا، تمام، وحضرتك عايز تديله انالجيستك او لا، صح كده السؤال؟ تمام، مبدئيا كده عشان برضو الناس تستفيد. تمام تمام يا دكتور، ماشي. حضرتك بس اقفل المايك وهنجاوب على السؤال دلوقتي. البين لوحده يا جماعه لازم اسال على الست اسئله، لازم اعرف السايد بتاعه فين بالظبط، وهل المريض بيشاور بصباعه، لان لو بصباعه هتبقى غالبا حاجه سامبل، لو بايده كلها يعني مثلا بيشاور على الحته بتاع القلب كلها بايده، ده البين في الحته دي كلها يعني، تمام. لا ده هيبقى مور كومبلكس او مور سيفير، فانا شاكك ان لازم اعمل له ريفير. التايب بتاعه هل بيزيد في اوقات معينه، هل هو سيفير، هل هو عباره عن شكشكه، عباره عن خموضه، عباره عن كذا كذا كذا، كل الكلام ده. التايم بتاعه بقى له قد ايه، الريسك فاكتور والريليفنج، هل هو اصلا عنده كوموربيديتيز، يعني هل هو عنده كارديو فاسكولار ريسك تاني ممكن يدخله في انجينا، ولا هو المريض الايدج بتاعه ايه.
فلازم اخد الست حاجات دول عن البين بلس، ما ينفعش ان انا اخد البين لوحده واقول ده غالبا انجينا. تمام، لازم اخد الايدج، المريض بتاعه اصلا عمره كام، يعني ممكن يكون لسه صغير في السن فانا مش شاكك ان هي انجينا اصلا، يعني ممكن مريض يبقى كبير في السن فلا ده غالبا كارديوفاسكولار ديزيز فلازم اعمل له ريفير. مريض مثلا عنده كوموربيدز، الهيستوري بتاعته عنده انافر كوموربيدز، عنده ضغط، عنده سكر، عنده كذا عنده كذا عنده كذا، فلا ده انا شاكك بنسبه كبيره كويري ان هو يبقى انجينا. السيمبتومز بتاعته والاسوشيتد سيمبتومز والحاجات اللي احنا قلناها دي، ولكن وانس ان انا شكيت، وانس ان انا شكيت في ان هي كيس كبيره زي دي، ما تدلوش اي انالجيسيك وصين هو يروح الاي ار على طول. ده كونسبت يا جماعه لازم تاخدوه في الاعتبار. وانس ان انا شكيت، حتى لو كان شك مش في محله، وانس ان انت وديته وطمنته واطمنت عليه والكلام ده كله، انت كده حميت البيشنت. ممكن يبقى انجينا وانا اقول لا يا عم ده مش عارف ايه، وادي له انالجيسيك باراسيتامول ايبوبروفين الكلام ده، اعمل له حتى لو ما عملتلوش ماسك، لو كده كده البين مش هيريليف بالانالجيسيك ولكن ريليف بس بالنايتريتس، فكده كده مش هيريليف، فكده كده هو بعد كده هيحصل له اجريفيشن، ممكن يخش يبقى هو انجينا عاديه، ممكن الاقيه دخل في مايكارديال انفاركشن بسبب الاكسجين عمال ينقص وعمال البين يزيد، والبين بيستيميليت السمباثيك اكتر، فده بيستيميليت مور اند مور اكسجين زياده وتاكي كارديا والكلام ده كله. فلاقي البيشنت اللي هو استنى معايا 3 ساعات على ما اديته باراستامول او ايبوبروفين دخل في مايكارديال انفاركشن. في الصيدليه مش مسموح لك، يعني العك اللي بيحصل في مصر لو هتكلمني عن كلينيكال سيناريو، لا مش مسموح لك. وانس ان انا شكيت ان دي انجينا هيروح على طول الاي ار، الاي ار بيتصرفوا معاه بيقعدوه شويه بيعملوا له اي سي جي. وانس اي مريض شاكك ان هو عنده كارديوفاسكولار بروبلم او عنده شيست بين عموما، من الفيرست لاين كده اللي انا بعملها له الحاجات طبعا السيمبتومز والكلام ده كله، بعمل له اي سي جي. ما ينفعش مريض جاي لي بشيست بين ايا كان، انا حتى لو شاكك ان هو جرد ما اعملوش اي سي جي، فده مريض طوارئ. يعني الفكره بتاعت العك اللي بيحصل في مصر من الكبير، ونبتدي ندور حواليه ونتكلم حواليه. لو انا شكيت ان المريض عنده كومبلكس ديزيز زي الانجينا مثلا، المريض ده مش بتاعي اصلا، ما ينفعش اتعامل معاه، ياخد اي عربيه او اي حاجه دلوقتي ويطلع على اقرب اي ار. دلوقتي حتى في الوحدات الصحيه بقى في دكتور مناوب، يعني ما عادش الموضوع زي الاول ان هو لا هيتاخر، ده هياخد له سفر 3 ساعات على ما يروح اقرب مستشفى، ما فيش الكلام ده، ما عادش في مناطق نائيه يعني. فعلى الاقل هيروح لاقرب اي ار هيعملوا له اي سي جي ويتاكدوا. ما بقاش انا دخلت المريض في مايكارديال انفاركشن سواء نون ستيمي او ستيمي او انستيبل انجينا، حتى لو هو عنده انستيبل انجينا، ودخلته بايدي في مايكارديال انفاركشن وقلت لا ده انا كده بحمل بيشنت على ما يروح. لا، مفيش حاجه على ما يروح. دلوقتي روح اوديه لاقرب مستشفى او اقرب دكتور، لو انا عندي مثلا دكتور قلب وعنده اي سي جي، ولكن انا بفضل الحاجات دي يتعامل معاها الطوارئ اكتر، عشان الاي سي جي واللابات والانفستيجيشن تبتدي تتعامل صح كلها في نفس المكان، وابتدي حتى يبقى البيشنت تحت عيني، لو حصل حاجه في رعايه، لو حصل حاجه في سي سي يو، كل الكلام ده يبقى تحت عيني. فرجاء ما تتعاملوش مع الحالات الكومبلكس وانتم موجودين في الصيدليه، لان ده هتتحاسبوا عليه. لو المريض حصل له اي مشكله مش هتتحاسبوا عليه طبعا، ما فيش قانون في مصر، ولكن هتحاسبوا عليه عند ربنا، انت حتى ضميرك يعني هيبقى مأنبك طول الوقت. فبلاش تتعاملوا مع الحاجات الكومبلكس، وانس ان انا شكيت ان هي سيفير سيمتومز ابتدي على طول حول واعمل ريفيرال. خلاص كده نخلي اسئله الاخر، نتكلم بقى على اول. نعم معلش يا جماعه، معلش انا مستعجلك عشان احنا بننزل شيفت لايف، فانا عايز اسال بس حاجه بتفضل. اتفضل يا فندم. بعد اذنك دلوقتي، انا كنت مثلا في مقابله كده بما احنا بنتكلم في المعادلات يعني. كنت في مقابله قبل كده وكان السؤال ان هو لو انا دخل ليا عميل مثلا عصبي وبيزعق وبتاع، فانا كان ردي ان انا العميل ده حاجه من الاثنين، اما ان هو له مشكله معينه فبقى خد دواء غلط او خد اي حاجه يعني اتعامل معاه قبل كده وكانت له مشكله، فانا احاول اسمعه حلول المشكله تمام، او ان الشخص ده ممكن يكون مثلا شخص مريض نفسي او كده، وبرضه ابدا اتعامل معاه بالطريقه الايه اللازمه. فكان الرد عليا ان افرض الشخص مش كده، هو شخص داخل بيتهجم عليك وبيزعق وبيعمل وايه ومش صاحب حقه، مش ان انا اتعامل ازاي مع واحد داخل عصبي وبيزعق وبتاع، ولما انا اتكلمت معاه وسمعته للاخر ما كانش له حق خالص، وكان شخص طبيعي مش شخص مثلا نفسي او حاجه زي كده. تمام، طيب نتكلم عن الحته دي بسرعه كده ونبتدي بقى الكلينيكال كيسز بتاعتنا. طبعا
طيب اي مريض عصبي جاي للصيدليه سواء بسبب انا عامله او بسبب زميلي عامله او بسبب خارج اصلا عن اللي انا عامله، بتعامل معاه بحاجه اسمها اسيرتيف تكنيك. استنى تعالى زي ما احنا بنقول في مصر، خده على حجرك الاول وامتص غضبه، وبعد كده كل المشاكل ليها حل. لو حتى المشكله يعني خارج عننا لازم اتحمله ولازم ابقى بي اسيرتيف، ابقى بي كايند معاه، ما اقبلش الاجريسيفنس بتاعته باجريسيفنس من عندي. الموضوع هيولع، حتى لو الموضوع مش من عندي يبقى انا دخلت نفسي في المشكلة. ولكن to be respective and kind، عامله كويس، ابتدي اسمعه للآخر، خليه يعمل كل الشوشرة اللي هو عايزها ويقول ويطلع، كل الكلام ده هيبتدي يهدى. طب تعالى حضرتك نبتدي نفكر في الكلام اللي انت قلته، كل الكلام ده أسيرتيف. حتى لو هو بيقول لي انتوا غلطانين والدواء بتاعك وحش وما عرفش، مع حضرتك حق، بس تعالى نتكلم ونهدى. بعد ما يقول كل الكلام بتاعه ويخلص كل القصة اللي هو عايز يقولها، هو نفسه هدي شوية. فونس ان هو هدي، اي مشكلة هيبقى ليها حل بعد كده. ولكن ما قابلش الاجريسيفنس بتاع المريض بقى انا اجريسيف معاه، لا كده غلط. فالتكنيك ده بنسميه assertive technique او assertiveness مع المريض. Be kind and respective not defensive، يعني ما تبقاش مدافع. دايما خلوا الحاجات دي في دماغكم. Be kind and respective، احترم المريض واستوعبه وافهمه واسمعه، ما تبقاش defensive ان انت ده انتوا ما اعرفش ايه، لا يا عم انت اللي ما اعرفش، لا مش كده. لازم اسمع المريض. انا مكاني هنا، يعني مكاني في الصيدليه، ان انا لازم اسمع كل المرضى. هقابل ناس كويسين، ناس وحشين، عملاء اصلا مستفزين، ولكن لازم انا استوعب كل الكلام. حتى لو انا عندي مشكله مثلا في اي مكان او كده، لازم وانس ان انا نزلت شغلي لازم اشيل كل حاجه من دماغي وابتدي انتبه وابتدي اركز، لان اي مشكله بره يعني مداها مش كويس. لو انا حاسس ان الشخص ده متهجم عليا او كده، في رقم الشرطه على طول اكلمه. الشرطه 5 دقايق بتلاقيها عندك، مش زي مصر. دكتور حسن، دكتور دكتور ابراهيم المجد شرح النقطه دي في المحاضره اللي فاتت. طيب يا دكتور خلاص تمام، نتكلم بقى على الجزء بتاعنا الساينتفك. انتوا لحد دلوقتي اللي فات ده في الجزء بتاعنا تمام التمام. نخش على اول دكتور، عندي سؤال في الجزء اللي فات، يعني ريليفنج فاكتور في الاثنين الايه اللي هو دي ريليفنج فاكتور. ريليفنج فاكتور بيخف بايه؟ بيخف بايه؟ يعني مثلا مريض عنده بريفرال ارتري ديزيز، بيقول لك بعد ما امشي كتير قوي الالم بيزيد وبيحصل كولاديكيشن، وامس ان انا قعدت الالم خف. مريض مثلا عنده ذبحه صدريه وممكن يبقى هو اصلا عنده هيستري وبياخد وبياخد نايتريت، بيقول لك وامس ان انا خدت الحبايه اللي هي تحت لساني دي بخف. فدي ريليفنج فاكتور، بيخف بايه؟ ايه العوامل اللي بتخليه يخف؟ تمام؟